أنا حاليا متواجد في القبر. شكرا لكم على مساعدتي في الفيديو السابق. انتظروا، لا أعرف، لقد دخلت إلى تلك الغرفة. لقد خرجت جراني. الآن نحن سوف نكمل. إنها نازلة إلى هنا يا أصدقائي. أنا سوف أنزل إلى القبو، أذهب إلى هذه الزنزانات حيث خبشت للمرة الثانية، ونضر هذا هكذا من أجل كي نأخذ هذه القطعة. المكان يا أصدقائي عبارة عن ألغاز كثيرة. لكي أفتح باب علي أن أحل كثير من الألغاز، فقد تهت أنا في هذا المكان. علينا إنقاذ أصدقائنا كما قلنا. لقد علقت مجددا في هذا المكان. جراني تحول وضع كثيرا من الأفخاخ لكي تجعلني أتوقف عن الحركة وتمسك بي بسهولة. أحتاج إلى الكهرباء يا أصدقائي. حسنا، على إنقاذ شفة ونصطية وديانة وأروما. هذا منزل جراني الجديد كما قلنا، فمن فاته الحلقة الأولى كي تفهم هذه الحلقة عليك أن تذهب إلى الحلقة الأولى. إنها قادمة. إلهي، مروغة، 1 2، مروغة، 1 2. أهرب أهرب، هيا. يا إلهي، إنها ذكية. سوف أستدرجها إلى هناك. هيا، إنها ذكية، لن نغادر من هنا. هيا بسرعة. إنها قادمة. بسرعة. لا يمكنها العبور يا أصدقاء، لا يمكنها العبور. وديعاً كريمي، لا يمكنك العبور أيتها الغبية. هيا اشتركوا في القناة لكي نصل إلى أكبر عدد من المعجبين والمعجبات والأصدقاء في قناتنا الرائعة، وسوف نقوم بتوزيع أحسن الجوائز إن شاء الله عندما نصل إلى 100,000. هذا وعد مني. والآن لنكمل هذه الحلقة، سوف تكون الحلقة الأخيرة. آسف. أهرب. افتح. أنا خلف الباب. لقد ذهب. جرامبا لقد ذهب. هذا جيد. إلى هذا الكوخ. هذا مولد الكهرباء. والآن اشتغلت الكهرباء. أرأيتم ذلك الوميض؟ يا أصدقائي لقد اشتغلت الكهرباء. رأيتم ما نهرب منها. نعم، سندخل من هذا الباب. وإلى اللقاء، خدعة بسيطة. والآن سوف أصعد إلى الأعلى. يجب أن ننتبه من جرامبا. كنا نتحدث عنه. إنه يسدد علينا. كنا نتحدث عن جرامبا. هيا شغل الآن. سوف تعمل. نعم، سوف تفتح البوابة. هيا البوابة سوف تفتح الآن. هيا. إنها قريبة جدا. كراني، إنه جرامبا. يا للكلب القبيح المزعج. هيا خروج. هيا سوف ننجح، سوف نفتح البوابة وننقذ أصدقائنا. وداعاً يا جراني. هيا ديانا، هيا شفا، وهيا نستيا، وهيا روما، لنذهب من هنا. وداعاً يا جراني. هاي، إنها لم تراني. هيا. ولقد خرج، لقد فزنا يا أصدقائي. لم يعرفوا أي شيء. انظروا إلى ذلك الشباب.